هيا سأكون محظوظة بالتأكيد. أيها الآلة لا تخذلينني، أريد شيئا لذيذا. سكيتلز، نعم الحظ في جانبي اليوم. يجب أن أكون محظوظة أيضا، أريد شيئا لذيذا لأجعل مية تغار مني. هيا أيتها الآلة. ماذا؟ طعام كلاب؟ لا ليس ما كنت أتوقع. هذا ما تستحقينه. لا سوف أحصل على لذاذة. زر سحري، لنضغط عليه معا. ماذا يحدث؟ وهنا ضيوفي، مرحبا بكم في التحدي، هيا لنضغط على الأزرار. الآن سأكون محظوظة بالتأكيد، أريد النقر على البرتقالي. اختيار رائع جينيفر، إنها نوتيلا. أنت محظوظة حقا، لدي دلو كامل من النوتيلا وكل شيء لك. كم هذا لذيذ، إنها نوتيلا، لا أخلط بين هذا الطعم وطعم أي شيء آخر. أيها المهرج لا تبخل. كما تريدي، كل شيء حتى آخر قطرة. أوبس. شيء ما سقط على رأسي، هذا يعني أن نوتيلا انتهت. إذا سكبت اللذاذة على جينيفر غير المحظوظة، بالتأكيد سأكون محظوظة أنا. واو أنت على حق يا ميا، ستحصلي على المارشميلو، لدي كيس ضخم، لن أتركك جائعة. ما ترون من المارشميلو؟ أريد أن أمسكها بفمي. نجح. أعتقد أن لدي فكرة رائعة. جينيفر أديري لي خدك. ميا ماذا تفعلي؟ هيا لا تصرخي، انظري فقط، ما هي المارشميلو بدون نوتيلا؟ شهي. يا لها من فكرة رائعة. واو ميا لديها علبة كاملة من المارشميلو، ربما ستشاركني. هاي ميا أعطني قطعة. هل تريد مارشميلو؟ لماذا لا أمسكي؟ شكرا لك. أوش ماذا فعلتي؟ إنها المارشميلو لي، لن أشاركها، سأكلها بنفسي. جشعة، لا بأس سيكون لدي مارشميلو خاصتي. لا أريد أن أزعجك، لكن لا يوجد مارشميلو على الشاشة. ما هذا على رأسي؟ كن حذرا، من الواضح أن هذه ليست مارشميلو ناعمة على الإطلاق. إنها ورق تواليت. هذه فرصة رائعة لمسحة مع ميا لتعرف كيف تكون بخيلة. أوش ماذا يحدث؟ هل هذا ورق تواليت؟ إنها متسخة. عليك أن تراقبي عن كثب طعامك اللذيذ أيتها الجشعة. الآن أنا كل ملطخة، أريد الاستحمام بسرعة. لا يوجد حمام يا عزيزتي، فقط أنت والأزرار. حسنا سأضغط على اثنين. أنا أحب ضيوفي نشطين. رائع، نعم ميا سيكون ذلك مذهلا. يذهب الغطاء، لنبدأ. شيء ما ينسكب فوق رأسي، طعمه حلو، إنه عسل، أنا أعشق العسل. من دواعي سروري أن أرضيك. والآن الشيء الأكثر إثارة للاهتمام، خلاب. لا تتحركي. الآن شيء ما يسقط علي، شيء أبيض، هل هو ثلج؟ لا إنه طحين. خممت بشكل صحيح، استمتعي. كيف سأستمتع؟ لا أعلم يا ميا، لكنك تبدين رائعة. كلمات أقل وعمل أكثر جينيفر. حسناً، هذا الزر الوردي يبدو جيد. ولقد أحضر لك حلقات يونيكورن مقرمشة، تهانينا. رائع، أنا جاهزة. حسناً لن أتباطأ، افتحي فمك. لذيذ. استمتعي عزيزتي، الحظ يمكن أن يبتعد في أي لحظة. فكرة، لدي دلو من النوتيلا، يمكنني استخدامه لجمع هذه الحلقات، سيكون أكثر ملائما لتناولهم. لذيذ، وجبة دسمة. حسنا جينيفر، أنا سعيد أنك سعيدة. ولكي أكون أكثر سعادة أحتاج إلى إضافة شيء ما. بماذا تفكري؟ فهمت، الحليب بالطبع، ما هو الفطور الجاف بدون حليب؟ ذكية جدا جينيفر. نعم هذه مسألة أخرى، سأضع الدلو تحت الانسكاب وأجمع الحليب ويمكنني أكلهم بهذه الطريقة.
لذيذ. أيها المهرج، ماذا عني؟ انظر، لقد ضغطت على الزر. أرسل لي اللذاذة. لا أريد أن أزعجك يا ميا، لكن طعم الكلاب ليس لذيذاً، لكن المشاهدة بالتأكيد ستكون ممتعة. مقرف، الرائحة كريهة، لم أتوقع ذلك. يكفي، هذا يكفي. لا أريد أن ألعب ألعابك بعد ذلك أيها المهرج. طالما أنك في الصندوق ميا، تنطبق عليك قواعدي. عندما أخرج من هنا سأبقى بعيدة عنك. يا له من مظهر يا ميا، ولكن لا يوجد وقت. سأضغط على الأزرار اثنين في وقت واحد. قرار جريء، ولكن له عواقبه. التركيبة المفضلة لدي، لنبدأ بالبيض. أوتش، مؤلم، ما هذه الحجارة؟ لا، إنه بيض نيء. يا له من حظ سيء، وعلى وجهي. هيا جينيفر ابتهجي، إذا كنت تتذكري ضغطي على زرين. إذن ماذا؟ الآن الريش. أوه الريش، مجموعة كاملة منهم. حقا ابتعد الحظ عني، أنا مثل دجاجة. هذا من فعلتك أيها المهرج. الريش يناسبك حقا جينيفر. على ماذا تضحكي؟ هيا الزر. حسنا، سأضغط على هذا. واو، يا له من حظ. تاباسكو ميا، تمسكي بإحكام ولا تفتحي فمك. شكرا على النصيحة، ربما لا يجب أن تصب هذه الصلصة علي. هذه هي القواعد يا ميا، عليك أن تتحلي بالصبر. من الجيد أنه انتهى. يبدو أنه دخل في فمي، أنا مشتعلة. هذا مذهل. أوي المساعدة، أحترق. لم يكن عليك إغراق الناس بصلصة التاباسكو. فليكن ميا، سأساعدك. سأرتدي بدلة، أنا مثل رجل إطفاء حقيقي. وقت إطفاء النيران. شكرا، الآن أنا مبللة، لكن لا يوجد نار. عمل رائع. رائع فعلا، أعتقد أن التحدي كان ناجحا. أين نحن؟ أعتقد أن هذا تحدي جديد. كم هذا ممتع، هل يمكنني البدء؟ أنا متأكدة أن هناك شيئا لذيذا في تلك الخزنة. لم أخمن تماما، لكنه رائع أيضا. هناك جبل من البوب إيت، إنه غريب نوعا ما، رائحته لذيذة. واو، أستطيع أكله. عزيزتي، هل فقدت عقلك؟ لا يمكنك أكل المطاط. أنت لا تفهمي أي شيء، إنه ليس مطاط، إنه مرميلاد. كم هو لذيذ. أريد أن أكل كل شيء دفعة واحدة. يصعب وضعه في فمي، لكن يمكنني التعامل مع الأمر. كم أنت محظوظة، نحن نحسدك. بالتأكيد لن أتردد في تجربته. لقد كان لذيذا، لكنني أكلت كثيرا. ربما ستعطينا البوب الأخير. أقترح أن نأخذه بأنفسنا ولا نسأل. في الواقع يمكنني رؤية كل شيء، لا حاجة للمس البوب إيت. أنا سأكله بنفسي. حسناً حسناً، سأعتني بخزنتي. ما هذا بعد؟ لا أصدق عيني، يبدو أنها تتحرك. إنها ديدان حية. يا له من كابوس، لا أريد أن أكون في مكانك أبداً جولي. أبعدهم عني. يبدو أن ديدان الخاصة بك ذهبت مباشرة إلى ميلا. ماذا فعلت يا جولي؟ أزيلهم الآن. حسناً اهدئي، أنا بحاجة إلى مكنسة كهربائية. ميلا لديها دودة تحت أنفها. لكن هذا ليس مضحكاً على الإطلاق. أليكس يكفي. عزيزتي لا تقلقي، سأزيلها الآن. أوقفي تشغيل المكنسة، لقد امتصت شفتي. كنت مضحكة جداً. واو، انظر إلى ما حدث لميلا، شفتي مثل الزلابية المنتفخة. هذا كله خطأك. أنت الملام يا أليكس، كان يضحك طوال الوقت ويشتت انتباهي. حان الوقت لتعليمه درساً. ماذا فعلت يا جولي؟ فمي مليء بالديدان. لكن الآن يمكننا أن نضحك عليك. بالمناسبة نسيت تماماً خزنتك. هناك جرة غريبة هنا، ليس لدي فكرة عما هي. ربما تستحق التذوق، وسأفهم كل شيء. حسناً، كيف تشعر؟ يبدو أن شيئا ما يحدث لي، لكنني لا أعرف ما هو. ميلا انظري، لقد أصبح أليكس صغيراً.
بالضبط، هذا يليق به، إنه لطيف جدا. أليكس، سأضعك على المنضدة. شكرا لك ميلا، لكن كان ممكن أن تكوني حذرة أكثر. نحبك يا أليكس، ابقى دائما هكذا. لا أمانع. واو بوب إيت، يمكنني أخيرا أن أجربها وأقفز عليها أيضا. مذهل، إنها أفضل من الترامبولين. ماذا تفعل يا أليكس؟ أنا أستمتع بالحياة. هذا لطيف جدا. أرسل لكم قبلة في الهواء. سأتوقف عن القفز، أنا متعب بالفعل. ربما يمكننا اللعب قليلا. ماذا؟ لا، لا نفعل أشياء غبية. لم يكن عليك أن تعضني، كان بإمكانك أن تتحدث. لكن هذا ممتع للغاية. هل تتحدث عن المتعة؟ الآن سوف أريك ما هي المتعة الحقيقية. بدأت المعركة. بماذا تفكر يا جولي؟ تريد مني هزيمة الدودة؟ سهل، سأهزمها في ضربة واحدة. على الرغم أنك لن تهزمها. لا مشكلة، لدي فرصة للتعويض. أحسنت يا أليكس، أنت تفوز. هزمتك أيتها الدودة الغبية. لم يبقى الكثير. فزت. يا لها من قوة رائعة، لقد أدهشتنا. حسنا، حان الوقت للعودة. لقد عدت إلى ما كنت عليه من قبل. وأنا سعيد بذلك. هل يمكنني أن أبدأ هذه المرة؟ نحن لا نمانع. واو، هل ترى هذا؟ حصلت على آيفون. يا له من رائع. هذا ليس سبباً للتفاخر. يجب أن تحسدوني جميعاً، لن يكون لديكم هذا الهاتف. أليكس، ابتعد عن إطار الصورة. حسناً أيدي، سأخذ الهاتف. يبدو أن هذا سيدوم لفترة طويلة. أعطوني إياه، يكفي. ماذا تفعلين يا ميلا؟ سأخذ الهاتف مرة أخرى الآن. لا تزعجني، أنا ألعب. في الواقع أريد أيضاً اللعب. أنا أيضاً. ماذا فعلتم؟ لقد أسقطتم الهاتف. أوبس، هذا محرج. ما خطبه يا أليكس؟ أخبرني. من الأفضل ألا تري. أوه لا، ليس هذا، لقد انكسر. آسف جولي، لم نقصد ذلك. دعونا لا نتشاجر، بل نرى ماذا لدي. أعتقد أنني سمعت صوتاً غريباً. ما الذي يمكنني الحصول عليه؟ يبدو أنه يراوغني. لا أصدق عيني، إنه ضفدع. هل أنت جادة؟ مستحيل. أبعدوه عن رأسي. أنا آسف، لكنني لن ألمسه. أوه، يبدو أنني تخلصت منه. لا، لقد قفز علي. كم هو غروي ولزج، خذ. ماذا فعلت جولي؟ كنت أنا أبتلعه. أعتقد أنه لا يجب أن نخاف منه. انظر كم هو لطيف. ماذا لو كان أميرا مسحور؟ سأحاول تقبيل الضفدع لكسر التعويضة. حسنا، كيف؟ هل نجح؟ ميلا قبلت الضفدع. وماذا في ذلك؟ كان علي التحقق. ويجب أن أتحقق ماذا يوجد في خزنتي. هناك قبعة، لا أعرف ماذا أفعل بها. جربها وأنظر إذا كانت تليق بك. احذري، لقد قفز الضفدع مرة أخرى. انظري ماذا حدث له، يبدو أنه مصنوع من الشوكولاتة. هل هو شوكولاتة حقا؟ لذيذ. لقد اكتشفنا كيف تعمل القبعة. وأنا أعرف بالفعل ماذا يجب أن أضع فيها. ماذا تفعلين يا جولي؟ لقد نجحت بالفعل، حولت الهاتف إلى الشوكولاتة. فكرة عظيمة. كم هذا لذيذ. أنا بحاجة إلى تحويل شيء ما أيضا، لكن ليس لدي أي شيء. انظري جولي، أصبح أليكس شوكولاتة. ماذا تفعلين ميلا؟ لماذا تحتاجي إلى أصبعه؟ قفي، ليس عليك أكلها. أنت على حق، لم أفكر. أعرف كيف أستعيد أليكس، سأزيل القبعة فقط. أوه.
حان دوري لأكون الأول. يبدو أنني حصلت على ضيافة لذيذة. واو، مخفوق الشوكولاتة. هذا يبدو جيداً جداً. هل ستشارك؟ أحتاج أولاً إلى فتحه. ماذا ستفعل بدوني؟ أنت بحاجة إلى لفه هكذا. شكراً لك. الآن سوف تشارك معي؟ بالطبع لا. كيف فكرت هكذا؟ سأشربه بنفسي. بالمناسبة لذيذ جداً. أنت بخيل، لكنني ساعدتك. حسناً، خذ هذا. ماذا فعلت يا جولي؟ سكبت كل ما لدي من الكوكتيل. لو أنك قمت بالمشاركة كان سيبقى لك. بارعة جداً. حان دور ميلا. لا أريد فتحه. هناك بالتأكيد شيئاً لا طعم له. حسناً، سمكة كريهة الرائحة. أخبرتكم. ماذا أفعل بها؟ لا أستطيع أن أضعها في فمي. تناول الطعام بسرعة وإلا سنختنق. لكني لا أريد. أنا فقط من أجلكم مستعدة للقيام بذلك. كم هي سيئة، مرعب. لن أكل هذه السمكة مرة أخرى في حياتي. هيا انتهي قريبا. حسنا حسنا، أعتقد من الأفضل أكل كل السمكة. واو، كيف هذا ممكن؟ لم أكن أعتقد أن ميلا قادرة على شيء من هذا القبيل. لقد رميت الحسك في وجهي. لكن هذا كان مضحك. ليس صحيحا، افتحي الخزنة. هناك حلوى واحدة. وماذا أفعل معها؟ ربما علي أكلها وهذا كل شيء. لذيذة لكنها صغيرة جداً. حبة واحدة وجبة غريبة. أوافقك. ربما لا يجب أن أبحث عن تفسير. ما الذي يحدث؟ نعم، وجهك مغطى بالحلوى. ويدي أيضاً. هذه الحلوى مذهلة. انظروا، بدلاً من الحلويات القديمة تظهر حلويات جديدة. هل يمكنني تجربتها أيضاً؟ مذهل، كم هي لذيذة. انظروا، أنا مغطى بالحلوى أيضاً. رائع، كم أحبه. هل تريد يا ميلا؟ لا، شكراً لك. هاي، خزائن جديدة. أنا جاهزة لفتح خاصتي. واو، تحتوي على علبة نوتيلا بداخلها. بالضبط، وهي كبيرة. انتبهي أين ترمي القمامة جولي. كم هذا مؤلم. آسفة، لقد جعلتني النوتيلا غافلة جدا. فقط لا أستطيع الانتظار لتجربتها. انظروا إلى هذه الشوكولاتة، إنها متعة حقيقية. وأنا أيضا أريد. مذهل، حصلت على القليل. شكرا. لا تجرؤ على الاقتراب من النوتيلا مرة أخرى يا أليكس. لن أعطيها لأي شخص. جولي، أنت متسخة. وماذا في ذلك؟ لا، يبدو أن يدي عالقة في جرة. يبدو أن شخصا ما يحتاج إلى مساعدة عاجلة. اسحب أليكس، لا أريد أن أمشي هكذا لبقية حياتي. أنا أسحب لكنني لا أنجح. ساعدوني، أنا أسقط. لكنك نفسك طلبت ذلك. واو، لدي علبة نوتيلا الآن. إذا كنتم تسألون عن حالتي فأنا بخير. بصراحة لم نسأل. لماذا أخذت النوتيلا خاصتي؟ كم هو لذيذ. لا يزال هنا. حان الوقت للفتح. ماذا يوجد في خزنتي؟ اجلبوا أقنعة الغاز على وجه السرعة. إنها جبنة زرقاء. لن نحتاج إلى أقنعة الغاز إذا أكلتها الآن. أعتقد أن ميلا بحاجة إلى مساعدة. في الواقع لا، لم أطلب المساعدة. أعتقد أننا نجحنا. لقد أكلت كل شيء تقريبا. كيف هذا ممكن؟ أنا ذاهبة للتقيؤ الآن. أنا بالكاد أستطيع التحمل. من الجيد أن كل شيء سار على ما يرام. فقط خزنتي الغامضة بقيت. يبدو وكأنه ثقب أسود في الداخل. صباح الخير يا كسالى، استيقظوا، أنتم في التحدي من بردة. لا، أطلقي سراحنا. ما هذا؟ ميا، انظري، هناك أقفال. 1، 2، 3، 4، 7 أقفال. أوي، أوي جاد، هناك شيء ما. بحاجة للتأكد. هل تعتقدين نحن بحاجة إلى سحب الحبل؟ هيا اسحبي. أتساءل ماذا يوجد؟ واو، إنها دلو كامل من الحلوى سكيتلز. واو، لذيذ. ميا، تحققي من الدلو الخاص بك.
الآن سوف نكتشف ما بداخله. نأمل حلوى. أوه، ما هذا؟ مقرف. مضحك، أنت مغطاة بالطلاء. هذا مقزز. لقد سقط شيء ما منه. ماري، هذا هو المفتاح، يمكننا الخروج من هنا. أتساءل إلى أي قفل يناسب؟ يبدو هذا. نعم، نجحنا. لنتعانق. نسيت. انظري، إنها المهمة التالية. نحن بحاجة للتحقق مما بداخله. من سيفتح؟ تحققي. حسنا، لنرى. ما هذا؟ هناك الديدان. اهدئي ميا، لن يأكلوك. نحن بحاجة للحصول على المفتاح. حسنا. أمي، كم هذا سيء. وجدته. ما هذا؟ لا يبدو كالمفتاح، علينا التحقق. فهمت، هذا هو رمز القفل الثاني. انظري، إنه مفتوح. نعم، نجحنا. أتساءل ماذا ينتظرنا؟ انظري، هناك صندوق به أنابيب كوكتيل تخرج منه. لا أريد أن أشرب. حسناً، أنا أولاً. فو، يا إلهي، من المستحيل شربه. هيا يا ماري، أنت الآن. واو، هذا لذيذ. أنا أريد أكثر. ماذا؟ هل ستشاركي صديقتك؟ لا، إنه لي. كم هو لذيذ. لكن لا يوجد شيء بداخله، لذلك المفتاح عندك يا ميا. ليس هذا. حسناً، سأفعل هذا من أجل الحرية. وهنا المفتاح، وجدته. دعينا نذهب ونفتح القفل الثالث. هاي، نحن فريق رائع. ماذا هناك مرة أخرى؟ هل ستفتحي؟ لا تريدي؟ إذن أنا مرة أخرى. واو، هذه كعكة شوكولاتة بالبندق. لذيذة. هاي ميا، حان دوري الآن للفتح. ما هذه، بندقية؟ أتساءل ماذا تفعل؟ هاي، كوني حذرة. لا تقلقي، خذي. وكيف تعمل؟ غير واضح. حسناً، لا يوجد وقت لفهم ذلك. افتحي الخزنة الآن. لنرى. فو، إنها قطعة جبن كريهة الرائحة، سأتقيأ. عرفت ماذا سأفعل. لقد تحولت إلى قوس قزح. فقط انظري إليها، أنا أحب أكل هذه القطعة من الكعكة. لذيذة. وماذا عني؟ بالطبع، هنا خذي النصف. نيام نيام نيام. ماذا حدث لك؟ هل أنت تختنقي؟ سوف أساعدك. ميا، إنه المفتاح. هاي، دعنا نفتح القفل. ممتاز، لقد فعلناها مرة أخرى. مرة أخرى، دعنا نذهب وننظر. أنا سأعد. 1، 2، 3، 4. أنا؟ حسناً. هناك شيء حي. ميا، إنها فأرة. أنا أخاف من الفئران. أنا بحاجة إلى الهدوء، يجب أن أهدئ من روعي. وجدته، لنذهب. كلمة مرور مرة أخرى. الرمز من القفل رقم 5 هو 5. نعم، كان سهلاً. لنركض. الأنابيب مرة أخرى. ماذا لو كان لدي شرابا لذيذا؟ هل أبدأ أنا؟ حسنا. رائع، إنها كولا. أنا أحب الكولا. لكن لم أجد أي شيء. والآن أنا. حسنا. فو، مقزز. لا أستطيع شربه. لقد اكتشفت ماذا يجب أن أفعل. لنأخذ البندقية السحرية. والآن يجب أن يكون هناك شيء لذيذ. بالتوفيق. نعم، كنت أعرف. مخفوق الشوكولاتة اللذيذ. وماذا؟
لا شيء. حسناً، كنت أمزح. هو المفتاح، دعينا نفتح. ماري، هل يمكنني أنا؟ هاي. والمهمة التالية في 3 2 1. لننطلق. أوهو، أنت افتحي أولاً. لا، حان دورك. حسناً، ماذا يوجد؟ أي، ما هذا؟ هاها، مظهرك مضحك. دورك الآن. حسناً، سأفتح. أي، هاها، الآن أنت ملطخة أكثر مني. أنا لا أحب الطلاء. لماذا تضحك؟ هيا افتحي. إنه الأخير، لذلك لنعد. تعادل. إذن مان، ها هو المفتاح الأخير. هاي، سنكون أحرار. تهانينا، لقد تلقيتم المفتاح الأخير. دعينا نفتح بسرعة. نعم، لقد فعلناها. نحن نستطيع. ماذا؟ أوه، إنه الصباح بالفعل، وقت الاستيقاظ. أخيراً، إنه وقت عيد الهالوين، العيد المفضل لدي. حتى أنني جهزت زيي الخاص. ولدي أيضاً فكرة رائعة عن كيفية إخافة فيتا. أنا أعلم أن أكثر ما تخشاه فيتا في حياتها هو الأشباح. لذلك دعونا نرى كم ستحب بالوني. لنذهب. أتساءل ماذا سيحدث؟ لدي أيضاً كفوف مناسبة، مخيفة جداً. سأضعها هنا. طبعاً، ما هو المقلب بدون حلويات مبعثرة؟ تبقى اللمسة الأخيرة. أتطلع إلى مدى سعادتها بهذا الوحل الأخضر. أسكبه هنا. جيد، لن أنسى إغلاق باب الغرفة بهذا الجدار من الطوب. ستعتقد أنه جدار حقيقي. إنه الصباح. هذا رهيب، مخيف. ما هذا على يدي؟ يا له من كابوس. الآن سأريك أليكس. أعتقد أن هذا مضحك للغاية. ما هذا؟ كيف يمكنني الخروج الآن؟ نانانانا، ما رأيك بمسحتي؟ سوف ترى كيف سأنتقم منه. بالضبط، سأنتقم عندما يرى بعض البصمات من الدم على المنشفة. ها هو بعض الطلاء الأحمر. رائع، أضعه على يدي وأطبعه على المنشفة. ممتاز، المزيد. جاهز، لكن هذا لا يكفي. سأدع أليكس يغتسل بالماء الملطخ بالدماء في الحمام. سأضعه في الداخل. جيد جدا، وبالتأكيد لن أنسى الكتابات المخيفة على المرآة. هكذا، أنا أراك. كل شيء جاهز الآن. حسناً، حان وقت الاستحمام. ما هذا؟ رهيب، ساعدوني. يا إلهي، ربما تخيلت ذلك. لأنشف نفسي. ما هذا أيضا؟ هناك دم. شخص ما يراقبني، ساعدوني.
أليكس، ما رأيك بمقلبي؟ ليس مضحك على الإطلاق. وقت الإفطار. لدي فكرة لمقلب مع فيتا. أحتاج إلى علبة الحليب وعلبة الحبوب. أحضر وعاء الإفطار وأسكب حبوب الإفطار، لكن هذا ليس كل شيء. بدون الديدان لن تحدث المزحة. أسكبهم في علبة حبوب الإفطار. الآن أضع كل شيء في مكانه وكأن شيئاً لم يكن. كمان فيتا، توقفي عن اللعب على جهازك. من الأفضل أن تتناولي الإفطار. أوافقك، لقد حان الوقت. أين هو الحليب؟ أعطني إياه. والآن حان وقت الأكل. شهية طيبة لي. لكن لماذا تتحرك رقائق الإفطار؟ أوه، هذا رهيب. هل هذا أنت يا أليكس؟ كانت مزحة. أعتقد أنها مضحكة جدا. لدي فكرة رائعة. الآن سأقدم لأليكس الفيلم الأكثر رعبا على الإطلاق. للقيام بذلك أحتاج إلى سبع طاولة خاصة يوجد بها ثقب في المنتصف. الشيء الرئيسي هو أن رأسي يتناسب تماماً مع هذه الفتحة. وسأحتاج أيضاً إلى دلو من الفشار. سيكون هو الطعم لأليكس. وسيكون سعيد برؤية هذا الوجه على الفشار. بدأت المزحة. أوه، فشار لطيفة جداً وأيضاً فيلم رعب. هذا ما أعنيه بالهالوين. لذيذ. مخيف جداً فعلاً. أيوه، مؤلم. من الذي يعضني؟ هذا أنا، أريد أن آكلك. الفشار هيكل عظمي، ساعدوني. كنت أعلم أن المزحة ستنجح بالتأكيد. كانت رائعة. أحتاج إلى أن أفكر في شيء آخر. بالضبط، ما هو الهالوين بدون اليقطينة؟ أحتاج إلى قطعها والتخلص من الأحشاء عديمة الفائدة. هكذا بالملعقة. أتخلص من كل شيء. والآن أحتاج إلى قطع اليقطينة لأجعلها معبرة قدر الإمكان. عيون ومن ثم الفم. من الضروري وضع الشموع داخل اليقطينة بحيث يكون الوجه مخيفاً قدر الإمكان. هكذا. والآن سأضع اليقطينة تحت السرير. هيا بنا لندخل. سأضعها هنا. والآن سأضع آثار أقدام من الدم حتى ينظر أليكس تحت السرير بالتأكيد. للقيام بذلك علي تلطيخ نعل الحذاء الرياضي بطلاء أحمر. بالمناسبة يصعب غسل الطلاء، فلا تكرروا ذلك في المنزل. هيا بنا نبدأ. هكذا. جاهز، والآن يبقى فقط انتظار أليكس. غريب، ما هذا؟ يا لها من آثار أقدام غريبة. إلى تحت سريري.
أوه هذا رهيب، ساعدوني، هذا اليقطين يريد أن يأكلني. يا لك من جبان. جبان؟ إذا إنه أنت. هذا غير مضحك. واو، أين نحن؟ أو لا، نحن محبوسين هنا. على الرغم، توقفي عن الصراخ، يبدو أن هناك شيئاً مثير للاهتمام. ماري، ماذا تفعلي؟ أحاول فتح هذه الصناديق، أتساءل ماذا يوجد في الداخل؟ انظري، هناك شيء آخر، يجب أن يكون المفتاح هناك. لا، لن أدخل إلى هناك. أقترح على ذلك بمساعدة القرى. أنا سأحصل عليه، اللعنة، على ما يبدو سأحصل أنا على المفتاح. واو، شيء مبلل. ربما ما أعدي. حسناً، هذا ليس المفتاح، إنها سمكة. انظري إلى هذا الجمال، من الأفضل أن أسمح لها بالعودة إلى الماء في أسرع وقت ممكن. إذن أين المفتاح؟ إنه هنا. نعم ماري، تعالي بسرعة، المفتاح الأحمر يعني هذه الخزنة الحمراء. لنرى. ما؟ ديناميت؟ ديناميت؟ مرعب، ماذا يجب أن نفعل؟ لدي فكرة، آمل أنني أحضرت قواطع الأسلاك. ليس هذا؟ ها هو. ماري، هل ستقطع السلك؟ هيا أنت أفضل. حسناً، سأجرب، آمل ألا أطير من هذا الديناميت. يبدو أن علي أن أقطع السلك الأصفر. نجحت. لا، يا لها من رائحة، لا شيء نجح. لكن الآن نحتاج إلى الفرشاة بالفعل. ماري، أي فرشاة؟ أعطني. لا. أتعرفي ماذا؟ من الأفضل أن تذهبي وتحصلي على المفتاح التالي. حسناً، أنا قوية، أنا أستطيع. أتساءل ما هذا؟ إنه فقط دب سكري. بالمناسبة إنه لذيذ، لكن أنا بحاجة إلى الحصول على المفتاح بسرعة. ها هو. أوي، لا أريد أن أسقطه. ميا، افتحي الخزنة. لا، افتحيها بنفسك. حسناً. أوي، ما هذا في وجهي؟ وجهي الآن مغطى بالبريق. واو، يمكنني صنع مكياج رائع. لماذا تحتاج إلى المكياج؟ الأفضل أن تحصلي على المفتاح التالي. لنبدأ. أتمنى ألا يوجد شيء فظيع في الداخل. شيء يتحرك، ربما ديناصور أو تمساح. لا، إنه كبير جدا، دعونا نرى ما هو حقا. واو، لم أرى حرباء حقيقية من قبل، إنها لطيفة جدا. سأرسلها لتسترخي، كل ما أحتاجه هو المفتاح. ها هو. حان الوقت لفتح الخزنة الخضراء. نعم، إنه الوقت فعلا. أتساءل ما هذا؟ كيف أستخدم مسدس المال هذا؟ واو، كم يوجد مال هنا؟ وكل شيء لي. أشعر وكأنني أغنى فتاة في العالم. جميل، كل الأشياء جيدة تنتهي في وقت ما. أعيد الأموال وأعطني المفتاح التالي بنفسك. ماذا إذا نظرت قليلاً؟ أنا أرى كل شيء. حسناً، سأحصل على المفتاح. شيء ممتع لللمس في الداخل، يبدو وكأنها رمال متحركة. نعم، وها هو المفتاح، وجدته. حان الوقت لفتح الخزنة الزرقاء. أتساءل ماذا سيحدث إذا سحبت هذا الحبل؟
واو، هذا الحبل يسكب مجموعة من الكرات، استمري في ذلك. رائع، أنا ملكة حقيقية للأوربيز. مذهل. حسناً، يبدو أن هناك مفتاحاً جديداً، حان الوقت بالنسبة لي للحصول عليه. أتساءل ماذا يوجد؟ هل هذه ديدان؟ حسناً، أحتاج إلى الحصول على المفتاح بسرعة وعدم لمس هذا القرف. مقرف، ساتقى يا ماري، أنقذيني. انتهى الأمر من تلقاء نفسه. كم هذا رائع أنني حصلت على خزنة وردية لطيفة. ماذا يوجد؟ بداخلها شيء وردي، لكن رغوة لطيفة. أعتقد أن هذا رائع، سأفعل ذلك. ممتع. ماري، حل دورك للحصول على المفتاح. بعد الديدان من المخيف أن أضع يدي هناك. مقرف، هناك شيئين مرة أخرى. عليك أن تحصلي على المفتاح، لقد تحملت الديدان، هيا. حسناً، ما هذا؟ إنها عين. نعم، إنها عين من مربى البرتقال، لذيذة. ما خطبك؟ إنها مجرد حلوى، ابحثي عن المفتاح، هيا. ها هو، وجدته، حان وقت الخزنة باللون الأزرق. ميا، أعطيك الفرصة للضغط على الزر. تم الأمر. هذا مقرف. لم يكن عبثا أنني ضغطت على الزر، وإلا كنت سأضطر للوقوف.